اتصال اخر. استاذ سعيد من مصر، برحب بيك يا استاذ سعيد. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفضيل الجليل الشيخ عصام، انا والله الشيخ عصام انا بحبك في الله، وانا بنتظر برنامجك يوم يا استاذ احمد، وربنا يبارك فيه. ربنا يكرمك الشيخ عصام. لنا اصدقاء وجيران معايا في البيت، واصدقاء وزملاء في العمل مسيحيين، هم دايما بيكونوا سبقين في ان هم يغنوني بالعيد او برمضان او في المناسبات. انا ما ينفعش يجي مناسبه ليهم ايا كان المناسبه اللي هم بيحتفلوا بيها، انا نيتي انا بقول لهم كل سنه وانت طيب، طالما انت بتحتفل باليوم دوت كل سنه وانت طيب. ايه هو اليوم دوت؟ انا والله ممكن اكون ما اعرف، انا اعرف مثلا ان في عيد للاخوه المسيحيين، اقول له كل سنه وانت طيب يا فلان، كل سنه وانت طيب يا استاذ فلانه. يعني انا بسفت قلبي يا شيخ عصام زي ما انت قلت قبل كده، لو انت شايف ان في حاجه حلال وحرام بسفت قلبك. انا لما سفتيت قلبي لقيت ان انا بنزيد الاسلام حتى موده ومحبه في نفوس الناس غير المسلمين. ايه المانع ان انا طيب؟ انت استاذ سعيد على فكره، انت ليه بتشايل نفسك كلام؟ هو كلام الشيخ عصام بيريح من يسالون هذا السؤال. يعني انت بتقول انت ليك اصدقاء وزملاء في العمل مسيحيين بيقوموا بتهنئتك بالاعياد. المحترم انا عارف. طيب، هم بيقوموا بتهنئتك بالاعياد، فانت بتقول ان انا ليه ما هنهمش بعيدهم، او ليه ما اقولهمش كل سنه وانتم طيبين؟ هو ده كان سؤاله يعني. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك يا استاذ سعيد. تمام. تهنئه المسلم لغير المسلم بعيده موضع خلاف بين الفقهاء، وما نميل إليه ونراه راجحا أنها جائزة شرعا ولا حرمة فيها، قولا واحدا. ده يا أخوانا واجب اجتماعي وما هواش واجب ديني. يعني أوضح بوضوح جدا، الأعياد سواء في الإسلام أو في أي أديان أخرى فيها شقين. نعم. شق ديني وشق اجتماعي. الشق الديني يقوم به أتباع الدين نفسه فبيصلي العيد. أيوة. الشق الاجتماعي إيه؟ المسيحي بيزور المسيحي، والمسلم بيزور المسيحي، يعني بعيده. أيوة. هو زي بلاش نمثل شيء الجانب الأعياد في المسلمين، أعيادنا أعياد دينية فقط ولا أعياد دينية واجتماعية؟ أعياد الدينية وفي أعياد اجتماعية. لا، الاثنين العنصرين في العيد الواحد، الاضحى والفطر الاثنين ديني واجتماعي، اعياد دينيه واجتماعيه. صح، مش اعتقاد مش عقيده. بعض الناس بيغلط يقول لك الاعياد اعتقاد. طب تعالى يا عم، عيد الفطر وعيد الاضحى حكم صلاه عيد العيد ايه؟ العيدين فريضه؟ لا اللي ما صلاش العيد ارتد عن الاسلام؟ لا طب اذا مش عقيده يا جماعه، اذا عيد انا كمسلم مش عقيده، عيد انا كمسلم مش عقيده. دين، يعني اقصد عباده، مش اقصد مش بقلل من قيمته، بس هو درجته في الدين ايه؟ فرض كفايه، ده اعلى الاقوال والمعظم على انه سنه مؤكده. ايوه، صلاه العيد دي سنه مؤكده او واجب او فرض كفايه، ولا حد قال فرض عين، بدليل لو فاتك العيد ما بتقضوش. طبعا لو فرض عين لو فاتك يسقط الا بفعله، يعني فعلك انت. طبعا خلاص يا جماعه، انما فرض اذا قام به البعض سقط عن الباقي. في حد عنده يا جماعه راي في الاعياد عندنا اكتر من اعلى من كده؟ لا. داخل في باب الايمان والكفر؟ لا، داخل في باب التعبد اللي هو الشق الايه؟ رايح خدت مصليتك على مصلى العيد وصليت. ايوه. خلص صلاه العيد. العيد انتهى بالنسبه لنا؟ لا. لا. ليه بقى؟ اللي هو ايه؟ صله الرحم والتزاور العيديه والزياره والتزاور، كام يوم يا مؤمن؟ 3 و4 بعد ما نصليش فيهم بقى. ايوه. بنعمل ايه؟ بنزور بعض. يا بنبع خرفان بس بنصلي برضه. ايوه، الفروض التانية اللي مش في العيد بتصليها. أيوة. اصل قصدي الناس تقول ما بنصليش فيهم، الناس بتفكر اجازه من الصلاه. ما بنصليش عيد تاني. أيوة. انا بوضح يا اخوانا عشان نفهم بس الاعياد ايه عندي. أيوة. وعندي غيري، عشان ما ضخمش اللي بيبني عليها في التهنئه، اصل ناس عاملاها عقيده ومعركه وكفر وحرام، ولا ما فيش كلام ده. خلاص، ادي الشق العبادي التعبدي خلص بادائك للصلاه. اللي بيصليها مين؟ في الاسلام المسلم، وفي المسيحيه المسيحي. ايوه، انا في المصلى وفي العيد، وده في الكنيسه. خرج من الكنيسه راح بيته، لسه العيد بتاعه بتاع الصلاه شغال، ولا الجزء الاجتماعي هو اللي شغال؟
وضحت الفكرة؟ تمام، حلو قوي. الجزء الاجتماعي ده أعمل إيه مع المسيحي؟ جاري، صاحبي، زميلي في العمل، أعمل إيه في الواجب الاجتماعي ده؟ واجب اجتماعي زي الجواز، زي الطلاق، زي المرض، زي الطهور، زي أي حاجة. قاعد ريح في الثانوية، خلص الجامعة، ده واجب اجتماعي. هل منع الإسلام من المواد الاجتماعية؟ لا. أن تبروهم اللي هو إيه؟ جماع لكل الخير، كل ما هو اجتماعي جاء الشرع بوضوح، بل يعني من عقدهاش هي أهي. قلت لك إيه الجانب الدين اللي فيه يخص؟ حد قال لك يابا روح صلي معايا في الكنيسة؟ أنا لو قلت لك ولا حد هاجره يقول لك. فاطلعوا برا إطار إن ده عقيدة ودين مش صحيح. إحنا بنتعامل مع الآخر في الجانب اللي ملوش علاقة بالدين. الجانب الدين اللي يخصني حرية التدين عنده، لكم دينكم ولي دين. الجانب المعاملات نتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، هذه المعاملة. أيوه. واتجوز صفية بنت حيوة بن أخطب، ولو كان أهلها عايشين نسايب النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم يهود، صلى الله عليه وسلم. أبوها وعمامها ولد عمامها وقرايبها وإخوالها يهود. نعم. وماريا القبطية جاي من مصر، إخوالها وعمامها وقرايبها نسايب النبي مين؟ أهل إيه؟ أهل ابنه مين؟ مصريين. أقباط طلع مسيحي ولا غير مسيحي؟ معلش، حد بس بعت لنا على البث المباشر بيقول لحضرتك يعني المهم ما نقولش عيد ميلاد مجيد ونكون معتقدين انه ميلاد المسيح. ماشي يا عمي، ايه المشكله؟ بيسال يعني. يا حبيبي انا مالي من عيد ميلاد؟ آه. انا بقول بهني اخواننا الاقباط المسيحيين بعيدهم. العيد ده اسمه عيد ايه؟ عيد يطلع عيد الميلاد، عيد زي ما يكون. هو ده يا اخواني بقول لك الشق الاعتقادي يخص اللي بيعتقدوه. انا بتعامل تعامل اجتماعي لان الدين امرني بالتعامل بيه، بالبر فيه. حتى وان كنت اعلم ان عقيدتهم في ده مختلفه عن عقيدتي. انا ما له عقيدته. ايوه انا بقول هو السؤال واحد بس. هو الاسلام قال لي ما تتعاملش الا مع المسلم اللي زيك؟ لا، الاسلام فتح لنا التعامل مع كل الاديان. ما ندعو على الله ازاي اصلا؟ حلو. لو انا ربنا رد مش عايز اتعامل مع حد، طب ما كان يبقى مستهدفك في الاسلام في الدين في الدنيا اني نمحي الاديان دي كلها وما يبقاش غير الاسلام. هل ده هدف في الاسلام عندنا؟ لا طبعا مش موجود خالص، ولا نقدر ولا هيكون. احنا كل الأمانة بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت ولو حرصت. نعم. ما تقدرش. وهو اللي خلق الخلق، خلق فمنكم مؤمن ومنكم كافر. هو إرادته كده سبحانه وتعالى. هيبقى فيه المؤمن والكافر. نعمل إيه مع بعض؟ نتعايش. إلا عن الثوابت. ما تساومنيش على ديني. لكن أنت عندك ثوابتك ودين وأنا عندي دين. يعني مراتي المسيحية اللي في البيت. هعمل ايه في الانجيل بتاعه؟ تقرا هولع فيه؟ رايحه الكنيسه هفجرها لها؟ لا طبعا. وهي جايه صليتي اقوم الصبح يوم العيد اتف في وشها واسيب لها الدين؟ هعمل ايه في العيد يعني؟ انا بتكلم بجد والله. هنعمل ايه مع يعني يا اخواننا ده النهارده اللي سابق الجهاز اتجوز المسيحي. ايوه. اخوان يعني والله حاجه مسخره. اهل مراتي جايين. قالوا تعالوا يا اولاد مش عارف اقول لهم صليب مش عارف اسيب لهم الدين؟ ويالا قابل جدك ابن مش منطق وسيب له دين لجده؟ اهل ازاي يعني؟ يعني ايه اهل؟ صله ورحم، نسبا وجعل بينكم نسبا وصهرا. يا جماعه لازم نتفكر في الدين ولا بيه، مش بالعقل، بمقتضيات الدين. النهارده لو انا يا سيدي انا كنت مسيحي واسلمت، اخويا اللي مش مسلم ده ربنا يحفظك كما اولاد ماشي مثلا النبي العام الرجل صين وابيه في التعام. ايوه. والخال ده خال مراتي حتى لو اسلمت واهلها فضلوا مسيحيين وكانت مسيحيه، صله الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما قالت سيده اسماء بنت ابي بكر؟ ان امي تاتيني وهي راغبه، يعني راغبه عن الاسلام مش عايزه تسلم. أيوه. افاصلها؟ قال صليها، ما قالش العاني وهي راغبة عن الإسلام. أيوه مش مش مقتنعة بيه. أيوه تمام. قال صليها، صلاة الأرحام والتواصل بين الناس ده أمر الدين أمرنا بيه يا أخوانا. فلازم الناس تستوعب ده.
منظومة الاجتماعيات في الإسلام ما جاش الإسلام يهدها، جه الإسلام يقويها، لأن ده مدخل من مداخل الناس ترى عظمة الإسلام والدين. تمام. لما أنا النهاردة في عيدهم قابله وعمل له كده، طب إن شاء الله دين إيه بقى اللي يعجبني ده إن شاء الله؟ منين يعني؟ أيوه. هصطبع على الصبح وما فيش يا جماعة، لازم أنا خليني النهاردة كمسلم في بلاد الغرب. قام المسيحيين عاملوني معاملة عنصرية. ها؟ هعمل إيه؟ هل عن اليوم اللي دخلت فيه البلاد دي؟ صح. طب بالمنطق. يعني على إطار الإسلام ما ينفعش. على إطار المصلحة الإسلامية والدعوة ما ينفعش. طب بأي منطقة تعملها؟ أصل المسيحيين في ولادنا قلة وإحنا أكثرية. تمام. لما يبقوا أكثرية بقى يعملوا فينا إيه؟ يعني إحنا بس اللي خلينا بنعامل الناس كويس نبقى أقلية، فنبقى كيوت في الغرب. لما نبقى أكثرية في بلادنا نفتري. ما فيش. الإسلام يابا ما لكش كلام ده. الإسلام قالك تبقى محترم وعادل ورحيم وأنت قوي وأنت ضعيف. تمام. أخلاقنا يا إخواننا مش متعاملة على القوة والضعف، لا، في كل الحالات أنا أخلاقي ديني بعبر عنه. وصلت يا جماعة الفكرة؟ تمام كده أظن يعني حضرتك شرحت بما فيه الكفاية. يعني قربنا. أقول لك إيه بس؟ لا خلاص تمام.